وكالة المعلم ماضي في المزاد، وكالة المعلم ماضي في المزاد. يلا يا تجار، يلا يا كبار التجار، يلا يا تجار وكالة البلح، يلا يا تجار الخردة، يا كبار تجار الخردة، وكالة المعلم ماضي في المزاد. مين قال كام؟ مين قال كام؟ مين قال كام؟ 12,000 المعلم حلومة قال هنا قال دوة. استوب، محدش يزود اللي انا عليا بمية باكو. 100,000 جنيه المعلم رياض دبش. 110 وانا اللازي واللازينة. اها 110 110 110 المعلم حلومة جحش. ولما انت جحش لا مؤاخذه بتشتغل في الخرده ليه؟ انت بالكتير قوي تشتغل في البنسيم عشان لو ما بعتوش تاكله. الحمد لله ان انا جحش، لاني لو كبرت شويه هبقى شبهك. دبش ده انت القرش في ايدك يا ابني طالع موضه. انت اللي كنت بتبرطع فين لما احنا بقينا معلمين يا جحش؟ انا امي بتشتغل في البيزنس من ايام القرنص. قرنص؟ طب ابقى اترحم عليها بالانجليزي. المزاد ده حيرش عليا يا دبش وحتشوف. شوف شغلك يا ابني. 110 عند هاف. 120 عند هافين. الله، انت هتحرق جحش. 125 و30 ونزودها هزود. وقف المزاد يا دلال. وده الفتوح وانا نعمة الله والاجر على الله. 150,000 لست الكل. 150,000 جنيه للمعلمة نعمة الله. هي نعمة الله والاجر على الله دي ما بتعتقش مزاد. عارف. يا عزيزي تيكت ايزي، جات لك اللي ما بترحمش. استلقى وعدك يا جحش. متخافش عليا يا عمونا، ده انا اللذي واللذينة. حابس يعني المعلمين بيتوشوشوا. بتقول له ايه يا معلم رياض؟ ابدا ابدا يا ست الكل. طب ده انا خالع من المزاد عشان خاطرك انت. لا يا حدق، انت خلعت زكاوة. ما انت عارف اصل اللي ما يخلعش اخلعه. ده انا نعمة الله والاجر على الله. انت يا دلال، هو مزاد ولا مش مزاد؟ مزاد وستين مزاد واخر قانون تمام. 150 باكو المعلمة يا نعمة الله. طب 150,000 وجنيه. يا حلاوة، ده انا اول مرة اشوف جحش حيدي. تاكل بضاعة المعلم ماضي بتراب الفلوس. اه يا زمن، صحيح يقتل القتيل ويمشي في جنازته. طب خلي حد غيرك انت يتكلم عن الماضي كده. طب 200,000 يا حلومة وجنيه. احلى معصيصي دي لو كسبت، ده انا نعمة الله والاجر على الله. وانا اللذي واللذينة، وما يجراش عليا اللي بتعمليه في معلمين الحارة ده. عزيزي تيكت ايزي، انا ما اسمحش لاي حد انه يجرح احساس المعلمه. سيدي انت بتعصيت في الميه العكره. ده احنا فين هنا؟ ده رابع دلال الغبره، دلال الكوسه. احنا مش زودنا والعطا راسي عليا. ما تدلل يا دلال. لا بقى، ده انا زود على معلمين المعلمين والكل يشهد. انت يا دلال، انا قلت فوق الجنيه بتاعه 20,000 جنيه، بس المرة دي إلا جنيه. وأنا بقى زودت الجنيه. يا
يبقى حلال عليك المقلب بقى يا حدق. ايه؟ امال مين يسدد لي ديون المعلم ماضي؟ مش كان لازم اصطاد لي جحش؟ جحش كده نعمة الله كده يا حدق عن اذنك. بيني ومعبدي لفرجك عليها. بقولك ايه، انسى وخلينا في المهم. تبيع بنص التمن عشان خسارتك تبقى قليله. ها قلت يس؟